السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نتكلم على التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتشكيل هيكون عامل إزاي وشكل الأداء، وجيسوس أو خيسوس المدير الفني لنادي الهلال هيلعب بأي شكل وبأي طريقة في هذه المباراة وهيتعامل معاها إزاي. في البداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق لنادي الهلال وأن يتخطى العين الإماراتي ويصل للنهائي ويحقق دوري أبطال آسيا هذا الموسم. نخش بقى في التوقعات لأن في كلام كتير جدا، أحمد حسام ميدو اتكلم، وليد الفراج، السلمي، كتير جدا عمال يتكلم إن جيسوس هي لازم يلعب بياسين بونو ويلعب بشوية من الخوف ويأمن الناحية الدفاعية ويحاول إن ما يدخلش فيه هدف وشوية من الحذر والكلام ده كله. أنا شايف بقى وتوقعي أنا إن جيسوس هيلعب بمبدأ لا تراجع ولا استسلام، واكون او لا او لا اكون، ده المبدا اللي وجهه نظري هيلعب بيه جيسوس. جيسوس هيدخل مباراه العين الاماراتي بمبدا الانتقام، مش الانتقام من العين الاماراتي فقط لا، او من النتيجه لا، الانتقام من التعليقات والتصريحات وكل اللي اتقال بعد مباراه العين الاماراتي. جيسوس عاوز يرد رد قوي جدا، والرد هيكون من خلال المباراه. جيسوس مش هينزل خايف زي ما كل النقاد بتقول، عشان اكون واضح معاك، جيسوس مباراة العين الاماراتي مش هينزل خايف. دي توقعاتي البسيطه، انا بقول لك توقعاتي البسيطه ان جيسوس مش هينزل خايف، سواء ياسين بونو لعب سواء العويس لعب، وممكن يلعب بالعويس رغم ان احنا كلنا بنقول ان ياسين بونو يلعب عشان ممكن توصل لضربات جزاء، ياسين بونو ممكن يكون جاهز اكتر من محمد العويس، لكن جيسوس عاوز يلعب بشكل ضاغط وعاوز الخمسه الاجانب يكونوا داخل الملعب، يعتمد على السرعات ويلعب بشكل ضغط عالي. ومن اول المباراه جيسوس مش فيش حاجه اسمها جس نبض زي ما بقول لك كده، ان هو هيلعب بشكل مرعب. دي 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 مثلا توقعاتي اللي انا متوقعها، انا متوقع كده ان جيسوس هيلعب بشراسه، هياخد الماتش بشراسه، مش هيحط حتة الخوف دي زي ما التعليقات وزي النقاد ما بيقولوا. دي وجهة نظر البسيطة، المعسكر مغلق والتحضيرات كبيرة جدا للمباراة وهيلعب بكل قوته. أما بقى خش للتشكيلة. في التشكيلة أنت عندك اختلاف آراء. في اللي بيأيد بشكل كبير جدا أو المعظم بيقول لك إن ياسين بونو يكون في حراسة المرمى، ودي ليها أسباب كتير جدا، إن ياسين بونو بيعرف يتعامل بشكل الليبرو مع المهاجمين الخصم، لان في حاله ان انت بتلعب بدفاع متقدم في الوقت نفسه، ان ياسين بونو في صد تصدي ضربات الجزاء ذهنه حاضر، ياسين بونو يعني موجود، محمد العويس الاصابات غيبته شويه، لكن دي هترجع لجيسوس. حته حراسه المرمى لغايه دلوقتي مشكله وتفكير جيسوس، جيسوس حاطط في دماغه حاجه عاوز ينفذها في الملعب. الموضوع مش سهل بالنسبه لجيسوس ان انا اتغلب اربعه من العين الاماراتي، عاوز يرد رد قوي، رد قوي، ومش عاوز يوصل المباراه اصلا لضربات الجزاء. انت عشان تقول لي ان جيسوس في فكره ان المباراه توصل لضربات الجزاء عشان مغلوب اربعه في الامارات، لا مش خالص. وبعدين في نقطه تانية، الناس اللي بتتكلم الماتش خلص 4-2، يعني الفرق هدفين، مش مستحيله ولا صعبه، مش صعبه، مش صعبه على فريق زي الهلال اللي ان شاء الله باذن الله، ونسأل الله عز وجل ان يوفق نادي الهلال ويعدي من النقطه دي ونشوف ان نادي الهلال في النهائي. اما في التشكيله طبعا طبعا خط الدفاع كولوبالي وعلي البليهي لازم يكونوا موجودين، علي البليهي وكولوبالي لازم يكونوا موجودين، بس اهم من وجودهم وجود الشخصيه وادائهم اللي قبل مباراه العين الاماراتي. ده المطلوب، مطلوب من كل الفريق على فكره، مطلوب ان انا اشوف الهلال قبل مباراة عين الإماراتي كان حاجة تانية. يعني أنا لما أتفرج على الهلال في ماتش السوبر في النهائي أمام الاتحاد، أو في الماتش قبل النهائي أمام النصر، أو يعني الماتشات اللي قبليها مع الشباب أو ضمك اللي كان المباراة صعبة كبيرة جدا وخلصت في نهاية المباراة، هلاقي إن الهلال حاجة تانية. لكن في مباراة العين الإماراتي كانت اللعيبة غير موفقة، الأداء، ومحدش يجي يقول لي برضه الارهاق، لان الارهاق ده لما تيجي تقول لي ان اللعيبه نزلت مباراه العين الاماراتي وهي مرهقه، طيب ده الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني. يعني انت لو لعيب مرهق هيبقى الشوط الثاني في النازل
الاداء في النازل، لكن انت في الشوط الثاني كان شوط جبار من نادي الهلال وقادر ان هو يرجع، والقادر واخر ربع ساعه الهلال قدم مباراه اسطوريه امام العين الاماراتي، لكن الشوط الاولاني تحس فيه غيبوبه بالنسبه لكل اللاعبين مش موجودين. طبعا من وجهه نظري بقى في التشكيله ان لا عبد الله الحمدان ولا صالح الشهري يكونوا في التشكيله خالص، مش موجودين. سواء متروفيتش اتعالج ما اتعالجش، مالكم يكون راس حربه زي ما بدا الشوط الثاني. الشوط الثاني بدايته كانت قويه جدا من الهلال امام العين الاماراتي، وقدر ان هو يسجل هدف في البدايه، وحصل ضربه الجزاء اللي انا قلت لك ان هي بتاعت سفيان رحيمي اللي عطلت الموضوع شويه. شوط كان هيبقى جبار جدا وشكله واداء، ولكن ضربة الجزاء اللي في الشوط الثاني، يعني سيبك من 3-0 اللي في الشوط الاولاني، المباراة بدأت مع نادي الهلال في الشوط الثاني، والشوط الثاني بالنسبة للهلال سجل هدف لتخليص الفارق، ثم يعني بعديه ضربة جزاء عقلت تفوق الهلال شوية، ولكن الهلال رجع في نهاية الشوط الثاني كان مرعب بشكل كبير جدا، وهو ده اللي انا ده المطلوب، وده اللي هيلعب عليه نادي الهلال او جيسوس او خيسوس المدير الفني لنادي الهلال. فاذا انا راس الحربه من وجهه نظري بالتشكيله اللي هتكون، مثلا لو قلنا ان علي البليهي مع كولوبالي جنبهم سعود عبد الحميد فوق يا سعود، يعني ربنا يوفقك يا ابني انت عندك كتير جدا، بس برضو كنت من الناس اللي نايمه في الشوط الاولاني في مباراه الامارات او مباراه العين الاولى، وانا بالنسبه لي ان الهلال كان غايب في الشوط الاولاني مش الشوط الثاني، الشوط الاولاني هو اللي خلص الدنيا. طبعا الشهراني هيلعب ولا مش هيلعب، ممكن البريك، ممكن في خط الوسط محمد كانو يكون موجود عشان يبدل حد من الخمسه اللي الموجودين، او يشيل مشال دلجادو ويلعب محمد كانو في خط الوسط او سلمان الفرج، ولكن روبن نيفيز وسافيتش وفوق روبن نيفيز وسافيتش بقى لهم كام ماتش مش موجودين شويه، وخاصه الماتش الاخير روبن نيفيز وسافيتش تواجدهم مهم جدا، بس يكونوا فايقين. ده الجمل اللي تعمله. وسالم الدوسري برده كان الشوط الاولاني برده ما كانش موجود، انت قيمه كبيره يا سالم الدوسري وتحرك الدنيا كلها مع وجود مالكوم كراس حربه. مالكوم لازم يبدا راس حربه مرعب بيطلع متحرك، اصل بقول لك ايه، مالكم هيتبادل الدور مع سالم الدوسري في الجمل، فيبقى هنا مثلا مين الراس الحربه اللي فيهم، هو ممكن يكون مالكم ممكن سالم الدوسري، الاثنين بيلعبوا بادوار حسب الجمله ما بتتعمل. وفي نقطه تانية وهي ان انا اخد بالي بقى هشوف سفيان رحيمي بيلعب في اي جناح، لان سفيان رحيمي في شوط بيلعبوا يمين وفي شوط بيلعبوا شمال، مع من النقط ده المدرب بيحركه يمين وشمال، خلي بالك حسب ما خط الدفاع المنافس بيتعامل معاه. انا اشوف سفيان رحيمي راح في الناحيه اكتل واوقف له حد مصد ليه، يعني عشان نكون واضح معاك، سفيان رحيمي ما بيوقفش مثلا، انت اوعى تفكر ان هو بيلعب جناح يمين او مهاجم من الجناح اليمين، لا سفيان رحيمي بيتحرك في الشمال وفي اليمين، شوط بياخده يمين وبعدين شوط بياخده الناحيه الثانيه الشمال، بيعكس الدنيا كلها عشان يبرجل فكر او تفكير المدير الفني المنافس. فهنا دي نقطه تعمل حسابها، شوف سفيان عبد الرحيم بيلعب الناحيه، وده لعيب ما تنفعش ان انت بسرعاته وانت بتسيب مساحات ان انت تلعب له مساك، اصل انت تلعب له مساك هيجري، هو سرعته هينطلق في كره انفراد هيروح فيها، الرقابه بتكون من بعيد لبعيد، اللعيب اللي هيقدر يحضن عليه، ده بيحتاج لعيب مساك ولعيب جاهز ليه منتظره في السرعات بتاعته. ودي من الحاجات اللي انا بقول لك ان ياسين بونو هو الافضل اللي يقف لنادي الهلال، لكن فكر جيسوس الله اعلم بيه هيعمل ايه معرفش، ولكن في النهايه نتمنى التوفيق لنادي الهلال ان شاء الله باذن الله. اتمنى التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن تعمل ماتش جبار، ممكن تعمل ماتش عبقري، ولكن مفيش توفيق، كرة في العارضه، كرة يصدها جون، صدها كذا كذا. نتمنى من الله عز وجل في الاول وفي الاخر التوفيق لنادي الهلال ان شاء الله، ونشوف ان نادي الهلال هو بطل دوري ابطال اسيا. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتمنى ان انا اكون وفقت، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عن الامه البلاء والغلاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.